يقطع خير على جود على كامل الكل الدب. مال انا ومال المحاجر والتراب والعربيات والزفت. اه يا رجلي اه. شغلتك وشغلة ابوك. الحشيش حينسيك الوجع كله. مال انا ومال الكلام الفاضي ده يا مناع. ده انا كنت باشا في الكلية. نقعد انا والعيال لحد الصبح نلعب استيميشن. يا خمرة. خمرة ايه؟ استيميشن. دي زيها زي البصرة والشايب كده. طول الليل والنهار نايمين اخر مزاج. والمذاكرة كنا هننجح وكله ماشي. وحبيت بنت صغيرة زي الجلاوز كده منا. وقالت لي انا بعشقك يا حماد. يا سلام. بس ابوها كان سمسار شقق. وانت عارف ابوي. خدتها من قصرها وقطعت معاها. وحبيت تهاني كانت ناعمة زي المناديل الورق يا منا. وقالت لي انا بعشقك يا حماد. وابوها كان شغال ايه؟ ابوها كان سواق تاكسي. بس كده سواق تاكس؟ ده كان ابوك كسر العداد في كراسه. سبتها وتعرفت على يارا. يارا يا مناع. خص يا حماد. تحب عيلة صغيرة؟ يارا دي كانت شبه الفين ابو سمسم وهو لسه طالع من الفرن مولع. ابوها كان شغال فران ولا ايه؟ حلاق. حلاق يا مناع. وقالت لي بحبك يا حماد. وانت قلت لها نعيمة. صح. اصل انا لما ابويا فركش حكاية خيري ومرته بتاعت مصر دي وانا صغير عرفت اخرها. فرحة. فرحة. مالك يا حاج؟ في حاجة؟ بتنهت ليه؟ لا، الواد مهران فين؟ قلبت عليه الدنيا. مهران؟ نايم جوا، تحب اصحاه لك؟ اه، اعملي كده، أنا نسيت حاجة في المرة. فرحة. فرحة. في حاجة يا عم الحاج؟ هتدور على حاجة؟ فين الواد حماد؟ حماد؟ حماد فوق. لا 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 جوه. لا يا عم الحاج لا. نايم نايم. لا 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 طلع بره. ما تتكلمش. ايه؟ حماد فين؟ جوه جوه يا عم الحاج. فين التقرير يا حماد؟ تقرير؟ تقرير اهو يا حاج. ريحة الحشيش مالية الأرض. الظاهر انك شقيان يا ولدي. والله العظيم يا ابوي. اخرس. لا تحلف ولا انا هكلمك. تعال يا ولد امك. احبسك يوم اتنين تلاته لحد ما ترجع لراسك وتفوق. حد زعل فرحة في حاجة يا مهران؟ لا، ليها كام يوم كده يا جدي ساكتة ما هتتكلمش مع حد. اوعى تكون انت زعلتها. لا، انا عمري ما زعلها. ما هيكون مين يعني؟ ستك مندها ولا حد من الحريم اخوالك؟ لا. مال فيه ايه بس؟ تلقيك انت اللي زعلتها. انا؟ هي قالت لك حاجة عني؟ لا. مهران؟ ما قالتش حاجة خالص وبطلت تتكلم عنك.
صباح الخير. صباح النور. انت ما نمتش؟ انت فين؟ انا انت فين مني؟ لا بقيت اشوفك ولا اسمع صوتك. زعلتك؟ انت عمرك ما تزعلني. امال ايه اللي حصل؟ انا بس احب احاسب كل شويه نفسي على اجل غلطه. غلطت في ايه؟ فهمت منك المعامله كويسه غلط. قولي لي فهمت ايه؟ انت راجل كبير ومحترم وهتعاملني زي بنتك. هو ده اللي وصل لك؟ مش هي دي الحقيقه؟ يا مناع انت يا واد يا مناع مين تحت؟ انا يا مرت عم. تعالي يا بنتي تجوع وتصرخ من الصبح. حاضر. نعم يا مرت عم. صباح الخير يا عم الحاج. صباح الخير يا فرحه. أنا طارق. لا أنا نازل. براحتك يا عم الحاج. تطلع تنزل ده بيتك. جدع يا جودي أول مرة تتصرف صح. بيني وبينك يا ولد أبوي أنا قلبتها في راسي وقلت ده تراب مرمي. أنت كده هتخليني ادخلك معاي في مواضيع كبيره. زي ايه يا اخوي؟ زي ان خيري وجودي يبقى شغلهم كد شغل الحاج محمد ابو دياب واكبر كمان. ايوا مين؟ حاج ابراهيم مين؟ انهي ابار فيهم؟ اهلا يا حاج، ازاي الحال؟ امرني. عاوز كام نقله؟ 150. تحت عمرك. بس انت عارف النقلة على 300 يعني ايه تراب؟ والله براحتك. اهو كده يعني على الساعة 12. ماشي يا حاج. وعندك عمليات ردم فين تاني؟ ما هو تبعنا برضو. امرني. الف سلامة. تفضل تفضل تفضل. مش قلت لك الشغل هيوسع؟ ان شاء الله يا اخوي. كل كل كل. ايوه حاج ابراهيم فينك؟ قدامك دقيقتين. ماشي 4x4 فضي في انتظارك. الراجل دي فتح معانا في شغل اكتر من كده. اقدر افتح محجر كد بتاع ابوك الحاج واكبر كماني. تمام يا خيري. اهو جه. مرحبا يا حاج. اهلا 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 اهلا. تفضل تفضل نشربوا شاي الاول. ماشي. حلوه فكره التراب يا خيري، عجبتني. وعلى فكره انا بعت للحاج ابراهيم بسعر اغلى وهديك الفلوس عشان الفكرة عجبتني. لف رجلك.